السلام عليكم. هل سيكون عام 2018 عام انتهاء الحرب في اليمن؟ أم فاتحة لجراح جديدة؟ فخلال أسبوع واحد يبدو الحضور الأممي لافتا فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، بدءا بالتقرير الأخير للجنة الخبراء الدوليين حول اليمن والذي تطرق فيه لنقاط ومخاوف كثيرة. ثم يأتي الإعلان عن موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليصبح المبعوث الثالث إليه خلال سنوات سبع عجاف. سبع سنوات أثبت فيها سلفي الرجل فشلا ذريعا في احتواء الأزمة نتيجة تصلب ميليشيا الحوثي إزاء الحلول المطروحة وخلفها كل الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها إطلاق سراح المختطفين وفك الحظر على المدن وفتح ممرات المساعدات الغذائية. فما الذي يمكن أن يتغير إزاء هذا التطور على الصعيد الأممي؟ وما هي مؤشرات المشهد اليمني خلال الفترة القادمة؟ مشاهدينا الكرام، ثمة خيبة أمل كبيرة إزاء الموقف الدولي وتعامله مع القضية اليمنية، وعليه يمكن توقع عدم جدوى أي محاولات لإنهاء النزاع بين السلطة الشرعية والحوثيين. فهل ستشهد المرحلة المقبلة محاولة جديدة للخروج من الأزمة اليمنية؟ وهل توفرت لدى المجتمع الدولي النوايا بإنهاء الحرب في اليمن؟ ناهيك عن أطراف الصراع قبل أن يشهد اليمنيون انهيار بلدهم كليا. هذا ما سنناقشه، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. إعلان أممي جديد بتعيين مبعوث خاص إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. البريطاني مارتن جريفيث هو المبعوث الثالث منذ بدء الأزمة في اليمن. يوصف الرجل أنه صاحب خبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية، غير أنه لا آمال تعقد على المبعوث الجديد، فهناك من يرى أن أي تسوية سياسية لابد أن تأتي من الخارج، إذ لا يوجد طرف يقبل بالحوار كما يرى كثيرون. مواقف سياسية حذرة تجاه المبعوث الأممي الجديد رغم الترحيب الحكومي، فالخذلان الذي منيت به المباحثات في عهد المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أحبط الآمال بحدوث أي تحولات في عملية السلام باليمن. يتساءل مراقبون عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المبعوث الأممي، خصوصا أنه جاء عقب صدور التقرير عن لجنة الخبراء الدوليين الذي أشار صراحة إلى التداعيات التي خلفتها ثلاث سنوات من النزاع والتي تكاد تودي باليمن. يقول التقرير بدلا من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال. توقعات بأن نجاح المبعوث الأممي البريطاني الجديد في مهمته الجديدة يعتمد بالأساس على قدرة المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية على استخدام آلياتهم لكبح جماح الحوثيين وإلزام كافة الأطراف بالجلوس إلى مائدة المفاوضات. في بلد يمضي نحو هاوية إنسانية بتسارع محموم، يظل التساؤل الأكثر فزعا حول اليمن إذا ما كان هذا البلد المتعب سيذهب نحو التقسيم أو المحاصصة الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير. أهلا بك دكتور أحمد. بداية، كيف تابعت تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن؟ تأتي عملية تعيين المبعوث اليمني الجديد مارتن جريفيث لليمن كخطوة من خطوات الأمم المتحدة التي تقوم بها منذ سنوات. فأعتقد أن الخطوة بشكل عام هي جيدة، أن تبقي الأمور بيد المجتمع الدولي، ولكن أعتقد أن رأيت ما قاله المبعوث الدولي كلاما سلبيا حول المشكلة اليمنية بشكل كبير، حيث أكد أنها مشكلة أعمق من بقية المشاكل الموجودة في المنطقة. نعم، ما رأيك بهذه العبارة، يعني هذه النظرة السوداوية التي يأتي بها المبعوث الأممي الجديد؟ يعني هل يمكن من خلالها أن يجد حلا في ظل ما ذكره، في ظل الأوضاع على أرض الواقع؟ حظوظ المبعوث الدولي الجديد
جيدة لحد ما، بحيث أن لأنه مثل أولا عقلية أوروبية متقدمة في إدارة الحوارات ولديه خبرة طويلة، وأيضا إذا ممثل وهو أيضا بريطاني، وكما نعلم أن الملف اليمني بمجلس الأمن في أروقة الأمم المتحدة هو ملف بيد البريطانيين. فهناك مسافات ستقصر بين بريطانيا والمبعوث الدولي وما إلى ذلك. ولكن أعتقد أن المشكلة ليست في المبعوث الدولي بقدر أنها هي مشكلة في المتحاورين وفي الضغط الدولي عليهم. بمعنى الأمم المتحدة الآن هي قامت بتعيين 3 مبعوثين حتى الآن. السؤال الكبير الآن، لماذا لا نغير قواعد الحوار بين المتحاورين؟ لماذا لا نغير قواعد المدخلات للحوار؟ بمعنى ما هي هذه القواعد التي يجب تغييرها دكتور أحمد؟ المتحاورين يمثلون الشعب اليمني. دعيني أتحدث هنا لأن الجملة التي سأقولها جملة هامة جدا. نعم. برأيي الشخصي كمراقب للشأن اليمني، أعتقد أن الحوار الحاصل الآن منذ أيام جمال بن عمر وولد الشيخ كان حوارا سعوديا إيرانيا، ولم يكن حوارا يمنيا خالصا. بمعنى نريد تمثيل الشعب اليمني في الحوار، كل مكونات الشعب اليمني. كان الشعب اليمني قد أبدع في عملية الحوار الوطني، لماذا لا يتم الآن مثلا نأتي ب10 إلى 20% من ممثلي الحوار الوطني وندمجهم في الحوار؟ هذه مشكلة وطنية كبرى تتعلق بمصير ومستقبل اليمن لقرون قادمة، لا يجب أن نحصرها في مربع صغير بيد الحوثيين وبيد الشرعية وبيد عبد الرب منصور هادي. نحن نتكلم، إذا أردنا أن نتكلم عن حوار يتجه نحو آفاق ونحو حلول حقيقية، يجب نعم هل ما زلت معنا دكتور أحمد؟ نعم أسمع. نعم تفضل واصل حديثك. وبالتالي نسحب القضية من أروقة الخندقين، التحالف والحوثيين أو إيران والخليج، إلى مربعات الشعب اليمني بشكل عام، لأن الشعب يجب أن يمثل في هكذا حوار، حتى نضع النقاط على الحروف ونضغط على من على الجميع لإيقاف الحرب وإيجاد حلول إبداعية لإخراج اليمن من هذا المستنقع الكبير. البلد يتشظى الآن، البلد يتحول كما رأينا من التقرير الدولي في غاية القتامة، يتحدث عن مكونات ودويلات داخل اليمن ويتحدث عن مشكلة معقدة بشكل كبير. فيجب أن نبدع حلولا بشكل إبداعي كبير، لأن المشكلة كبيرة. لا أن نأتي فقط بنغير من يقود الحوار، يجب أن نغير قواعد اللعبة في الحوار نفسه. نعم يعني دكتور أحمد، يعني إذا أنت تجد أنه يجب تغيير القواعد كما تفضلت، ولكن يعني كيف يمكن ذلك والحوار كان يمنيا يمنيا؟ يعني هل يمكن أن يعني تكبر دائرة الحوار، خاصة بعد تقرير لجنة الخبراء والتي ذكرت أطرافا أخرى غير اليمنيين في المشكلة اليمنية؟ نحن مضينا في هكذا عملية ل3 سنوات أو أكثر، ثم رأينا أن الحوار لم يأتي ثماره، لا في الكويت ولا في أي منطقة أخرى، ولن يأتي بأي ثمار حقيقة، إذا لأننا لم نستطع أن نفهم المشكلة اليمنية باقتدار. المشكلة اليمنية كانت ثورة في فبراير في عام 2011، الصانع الرئيسي للثورة لا يوجد في الحوار، وهو الشباب الثورة والمكونات الثورية بشكل عام. فيجب، ليست محصورة هنا في الحرب. الحرب هي باعتقادي الشخصي هي فقط إفراز لما وصل إليه الوضع. يمكن إيقاف الحرب إذا أتينا بمشروع وطني جامع لكافة الفرقاء، لكافة من سيأتي بهذا المشروع دكتور أحمد؟ هل ننتظره من الأمم المتحدة ومبعوثها أن يأتي لنا بهذا المشروع الوطني؟ من سيأتي؟ إن أتى به الحوثيون فسيكون مرفوضا بطبيعة الحال من الشرعية، وإن أتت به الشرعية فسيرفضه الحوثيون، ما الجدوى؟ نضغط على المجتمع الدولي. نعم نضغط على المجتمع الدولي. أنا أتمنى أن ألتقي حتى شخصيا بالسيد جريث مارتن المبعوث الدولي. القضية وما فيها أن الأمم المتحدة يجب أن تفكر بشكل مختلف، يجب أن تفهم المشكلة اليمنية بشكل أعمق.
لا أن فقط تقتصر على المشكلة، لا لم تعد مقتصرة الآن بين الحوثي والشرعية، القصة الآن صارت كبيرة، والناس يشعرون بدويلات داخل الدولة، يشعرون بمكونات داخل الدولة. إذن نعود إلى خطوة إلى الوراء، نذهب إلى للحوار الوطني، ممثلي الحوار الوطني، نأتي بمكون أو مكونين لكل طرف في الحوار الوطني، ثم ندمجهم في عملية الحوار. لماذا الأمم المتحدة فقط تصر على هذا النحو من لا تبدع أي حل في 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 المشكلة اليمنية؟ نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا سيادة اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. يا هلا، مساء الخير عليك والسادة المشاهدين وضيفك الكريم، حياك الله. أهلا بك سيادة اللواء. هذا المبعوث الدولي الثالث منذ بداية المرحلة الانتقالية في اليمن بعد ثورة الشباب. إذا كان ولد الشيخ عقد مئات اللقاءات، وكان هناك يعني أكثر من حوار، جنيف واحد، جنيف اثنين، بييل، الكويت أيضا، ما الذي يمكن أن يحققه مارتن برأيك؟ هو سؤال مهم ومهم جدا. هل الوضع الحالي بيتغير بتغيير أشخاص أو بيتغير بتغيير مواقف أو بيتغير بفرض من مجتمع دولي؟ لذلك أنا أقول لك سيدتي الفاضلة، يعني يمكنني عاشرت المبعوث الأممي ولد الشيخ، وبعدها أنا أصبحت مطلع على الشأن اليمني وهذا المبعوث الآخر، ولكن من وجهة نظري أنا لو رأينا ما هو، يعني خلينا نخرج كذا على قولهم برا الصندوق ونشوف المبعوث الأممي لدى ليبيا ماذا فعل بعد ما تم تغيير، ولو نرى ماذا فعل مبعوث لفترة طويلة في سوريا، ونستفيد من هذا، من هذه التي حوالينا، ونستشرف المستقبل. أنا باعتقادي يا سيدتي الفاضلة بأنه هؤلاء المبعوثين مهما حاولوا أن يعملوا ويعني يبذلوا جهودا لإيقاف الصراع، إن لم يكن هنالك مجتمع دولي يقف لدعمهم، فأنا أعتقد أنه هو فقط بيصير التغيير للتغيير وليس التغيير لمحاولة لوقف الصراع في اليمن. هذا من وجهة نظري كتقييم عامة في الوضع. ولكن ماذا فعل يعني المبعوث الأممي السابق؟ الجميع يتهم بأنه كان إما منحاز لقوات التحالف، أو أنه يعني كان ضعيف شخصية، أو أنه فعلا وقف أمام باب مسدود. ومن المتضرر في الأخير هو الشعب اليمني. يعني هو هذه المشكلة التي يجب أن ينظر لها المجتمع الدولي، بأنه هو الشعب اليمني أكثر المتضررين. لذلك إذا أردنا فعلا أن نوقف الصراع فلنذهب بالمبادئ الثلاثة التي قام عليها هذا الصراع ونناقشها. بالأمس كنت معكم في مداخلة على تقرير لجنة الخبراء الدوليين، ورأيت أنه إذا أن السيد المبعوث الأممي الجديد السيد مارتن أو توماس سوف يتبع ما ورد في هذا التقرير، فأنا أقول لك من الآن، ولا أريد أن يعني أن أكون بصورة سوداوية، أنه لن ينجح، لأنه التقرير بحد ذاته تقرير لا يرتقي إلى مستوى الأمم المتحدة، بحيث أنه يقولون والله هناك 5 أشخاص اجتمعوا وكتبوا تقرير. الدم على الجميع، المدح على الجميع، ولم يكن تقرير مبني على زي ما ذكرت أمس أنه هنالك في يعني خلينا نقول مبادئ للحوار، مبادئ لكتابة التقرير. فأنا أتمنى من المبعوث الأممي أن يعيد تقييم الموقف العام على لماذا حصل هذا الصراع، ليس فقط أنه هذا مكون يمني كالحوثي. أي نعم مكون يمني، الصراع اللي الآن صاير في اليمن، المجلس السياسي وإلى آخره، لابد من النظر إليه. موقف الشرعية، موقف دول التحالف. نعم، لكن يعني لكن سيادة اللواء، يعني إذا كان هو أيضا يحمل نظرة سوداوية، يعني ليس فقط من خلال تقرير لجنة الخبراء، يعني إذا كان هو صرح بداية بأن الموقف في اليمن موقف معقد وهو أسوأ من سوريا والعراق وجنوب السودان أيضا، يعني إذا كان يعني سيأتي إلى اليمن بهذه النظرة، هل نتوقع منه حل؟ هو لازم يقول كذا للأمانة،
لأنه هذا هي نظرة صحيحة من الوضع صعب، الوضع معقد، التداخلات كثيرة، هنالك متطلبات رئيسية لإنهاء هذا الصراع. الرجل يعني أنا أبزعم أنه كان يراقب المشهد ولم يجد المجتمع الدولي دعم الشرعية والتحالف الدولي لمتطلبات أساسية رئيسية هي من سيؤدي إلى إيقاف سرعة إيقاف الصراع. ليس بمعنى أنه والله هو شخص يعني قدم صورة الحشر أو بمعنى صح أنه يعني رجل متشائم، لا، هي قد يكون له وجهة نظر، ولكني أنا أتمنى أنه مدام أنه ليس من الجنسية العربية هذه يجب أن نضعها في الحسبان. نعم. قد نفلح، قد يكون هذا يعني داعم لحلحلة المواضيع السياسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأنا كنت أتمنى أنه يكون في البداية من ذوي الجنسية الغربية حتى لا يعني تأخذ العاطفة بأمور قد يتجه إلى منحة لا نرغبه. نريد الحيادية من الأمن أو المبعوث الأممي لحل هذه الأزمة. نعم، لكن يعني لما الحيادية سيادة اللواء وهناك قرار واضح 22/16؟ ألم تستطع الأمم المتحدة فرض يعني تنفيذ قرار مجلس الأمن الصريح والمحدد وتحت المرجعيات الثلاث؟ يعني لما نعود إلى نقطة الصفر دائما؟ تقرير لجنة الخبراء وضع الكل أو كشف أوراق الكل كما يقال، ولكن يعني كان بالإمكان عوضا عن هذا التقرير وتغيير يعني المبعوث وما إلى ذلك من العديد من اللف والدوران أن يضغط على الحوثيين في مسألة تنفيذ يعني قرار 22/16. والمفروض يصير كذا، لكن أنا عندما أتحدث على الحيادية لا أريد أنا أن يكون مبعوث الأممي يعني بما أقصده يتجه إلى جانب بقدر ما أنه يجب اتباع ما هو مفروض وما كتب من قرارات أممية، حوار وطني، مخرجات، مبادرة خليجية. هذا ما نريده منه، وأن يتماشى بما هو في مصلحة الإقليم والعالم أجمع. يعني ليس من المعقول أنه ابن الشيخ كان هذه الفترة يحاول ولم ينجح لأنه المجتمع أو أنه الأمم المتحدة لم تدعمه، لا، كان هنالك في خروقات وإخفاقات كبيرة من المجتمع الدولي. ولكن لا نعول كثيرا في هذا الصراع على المجتمع الدولي، وهي نقطة أرجو يعني أنه تسمحي لي وخاطرك يتسع علي والسادة المشاهدين. لا، أنا أعتقد أنه لا يجب أن نعول على المجتمع الدولي بقدر ما يجب أن نعول على أنفسنا نحن أبناء المنطقة كدول تحالف وكحكومة شرعية وجيش وطني وشعب يمني. هذا ما يجب أن نعول عليه. هذه الفئة الشرذمة الشاذة التي خرجت لنا لا ندري من أين تريد أن تقف أمام العالم أجمع بحجة كذا وكذا وكذا وأنهم مكون سياسي. لا، أنا أعتقد أنه الخلل فينا إحنا، الخلل فينا إحنا كمنظومة كاملة. ليش؟ لأنه الخطط العسكرية قد يكون في هنالك يعني عدم جدية في التحرك في مأرب فرة نهم. أنا وأنت لنا سنتين نتكلم على من تب التب، لماذا الجيش الوطني لا يتحرك بفاعلية؟ ومن هنا نفرض نحن كقوات تحالف جيش وطني وحكومة شرعية على المجتمع الدولي بأنه إذا لم يلتزم هذا الكابوس أو هذه الشرذمة للقرارات سوف يعني يمسح بكل بساطة. نعم، يعني نعم، عند هذه النقطة اسمح لنا يعني هناك بالنسبة لمسألة الجيش الوطني، الجميع يعلم أنه لا توجد أي تحركات جادة على الأرض إلا بعد قرار من التحالف. اسمح لي فقط أن أقول لك يعني أنقل عبارتك الأخيرة لضيفنا عبر سكايب الدكتور أحمد الدبعي. ما رأيك دكتور أحمد؟ يعني علينا ألا نعول على دول المجتمع الدولي كثيرا، وإنما أن نعول على أنفسنا نحن أبناء المنطقة، نحن المتضررون بشكل أساسي، ويجب أن يأتي الحل منا نحن. ما رأيك؟ أتفق إلى حد كبير مع الأخ الضيف من اللواء القبيبة، لكن يجب أن نعول على الداخل اليمني ليس على الإقليم في المنطقة. حقيقة التحالف، دعونا نتحدث بشيء من الصراحة،
التحالف العربي قام بقيادة المرحلة حتى الآن من مارس عام 2015 تقريبا. الآن الخطط العسكرية يبدو لي أنها تحتاج إلى مراجعة. التحالف أضعف الشرعية في مناطق كثيرة وأربكها في عدن، ولم يستطع يعيد الرئيس هادي إلى عدن لتبدأ الشرعية يتدفق إليها الدم بشكل صحيح وتنمو وتعزز قوتها، بحيث أنها تستطيع أن تقاوم الحوثي بشكل أفضل مما هو عليه الآن. أما أن نتحدث أن هناك في نهم يعني قوات لا تتحرك باتجاه الحل الحسم العسكري، ونحن نطعن الشرعية بالظهر في عدن وفي مناطق أخرى، وأيضا كما قال لدي معلومة إلى أن الجيش الوطني اليمني لا يتم تسليحه بأسلحة ثقيلة نوعية يستطيع من خلالها أن يكون جيشا وطنيا قادرا على حسم المعركة في مناطق التماس. التحالف ما زال مصر على القصف الجوي وما إلى ذلك، يجب هناك أن نقوم بمراجعة شاملة للملف العسكري. هذا الملف العسكري فشل في اليمن حتى الآن. ليس من المنطقي أن يكون أقوى جيشين في المنطقة السعودية والإمارات دخلا ليقاتلا فصيلا متمردا في اليمن ويعجزان على فرض حسم عسكري في المنطقة. هناك سؤال كبير، ماذا يريد التحالف في اليمن؟ ماذا تريد الإمارات بالضبط في اليمن عندما كونت لنا ميليشيات في شبوة وفي حضرموت وفي عدن، ونسفت الشرعية نسفا في الجنوب، ثم أصبحت الشرعية هذه وهناك قليلا في مارب وعلى قليل في تعز وقليل في عدن، شرعية مهلهلة لا تستطيع أن تستقيم لتقاوم الحوثي الذي ورث جيشا بأكمله من علي عبد الله صالح. هناك سؤال كبير عن العمليات العسكرية الموجودة في الساحة، حتى الآن لا نستطيع أن نجيب عليه. نعم، إذا دعني يعني أنقل هذا السؤال الكبير للسيد القبيبان. يعني ربما سيادة اللواء، هناك من يتساءل يعني لو كانت المعركة حسمت عسكريا لما احتاجنا لكل هذا الوقت وأيضا للجلوس مع طاولة الحوار وانتظار حل من الأمم المتحدة؟ حين يشاء التحالف أن يحرر منطقة فهو يحررها خلال أسبوع، وهذا ما يشهده الجميع يعني على أرض الواقع، ولكنه يتوقف عند نقاط معينة لا أحد يعني لا ندري هل هناك ضغوط دولية كما يقال أن يعني بموافقة أطراف إقليمية ماسكة للملف اليمني، السعودية والإمارات على رأسي الحربة، يعني كيف تعلق على هذه النقطة؟ يعني المشهد العسكري أنا أعتقد أنه يشرح ويوضح نفسه بنفسه. يعني لا نجحف في يعني ظلم في حق الجيش الوطني والمقاومة والإنجازات، يعني آخرها العمليات العسكرية ضد القاعدة. يعني هذا ما يجب أنه نتكلم على الإنجازات التي تحدث في الميدان، في تأخر، فيه نوع من أنا لم أقول أنه مثلا هناك إهمال، لا، لكن هناك بطء في التحرك، ولكن في هناك تحركات هي ليست بالصورة التي أرغبها أنا كضابط ميداني، وأرغب الوصول إلى الغاية والهدف النهائي وهو طرد هذه الشرذمة من صنعاء. هذا ما نطمح إليه. لا نخرج بنقاشنا على العمليات العسكرية وإلى آخره. نحن نقول دائما وأبدا بأن الجيش الوطني هو رأس الحربة. دول التحالف هي من يدعم هذا الجيش، هي من يدعم الشرعية، هي من يدعم الجيش الوطني لتحرير الميدان. لا يجب أخت آسيا أن نحمل التحالف بما لا يعني هو مطلوب منه. واضح السياسة والاستراتيجية العسكرية منذ بداية الصراع بأن الرجل اليمني، المرأة اليمنية، أي كان يمني يحمل سلاح هو من سوف يقاتل، ويعني المفروض أن يمد بالسلاح وإلى آخره. نعم، لا نخرج بنقاشنا لثانويات. أنا في مداخلتي قبل يمكن تقريبا أسبوعين ثلاثة فيما حصل من المجلس الانتقالي في السياسي في عدن وإلى آخره، وأعيد وأكرر هذه يعني لنسميها تفاهات ولنسميها شرذمة خرجت بشكل ما
وتم احتواء الأزمة. فلننظر قدما، يعني هذا ما يجب أن ننظر إليه. ما نستفيد من المبعوث الأممي الوضع الحالي، وهذا ما نريد أن نذهب، لا نناقش بمنظور أصغر. الأخ أحمد، أنا لن أزاود على يمنيته وعلى وطنيته وعلى وإلى آخره، ولكن أرجو أن لا نحور الحديث على مواضيع ليست هي برأيي الشخصي في الحلقة اللي نحن نتحدث فيها، ومشاركتي معكم هي بأهمية ما يجب أن نتحدث عن موضوع الأممي والفرص التي يجب أن ندعمها دول تحالف نعم. يعني الأحاديث مرتبطة ببعضها البعض. سيادة اللواء، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، وأيضا استمح لنا الدكتور أحمد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. بكم جديد مشاهدينا الكرام، وعودة إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني هل تعتقد أن مجلس الأمن تورط بقرار 22/16 ويريد أن يوجه صيغة أخرى لتجاوز هذا القرار؟ بالضبط، أعتقد أن الأمم المتحدة حتى الآن ليست جادة بشكل حقيقي. الأمم المتحدة عندما تحركت، الدول الكبرى عندما تحركت مثلا في الملف البوسني، حسمت الملف في 20 يوم، تستطيع أن تحسم الملف اليمني في 10 أيام، وأنا متأكد من هذا الكلام، لكن لا توجد ضغوط حقيقية من الدول الكبرى في ملف اليمن. أولا، اليمن بالنسبة لهم ليست تلك الأولوية. نعم. كيف؟ كما نعلم، هل الملف اليمني أيضا يقع في جمرة مساومات مع الملف النووي الإيراني؟ هناك تقاطعات لم تحسم بعد، ولم تستطع أو لا تريد الدول الكبرى حتى الآن حسم الملف اليمني بشكل سريع. لذلك هي تعرف أن القضية في اليمن أولا حلها عبر خطين. الخط الأول هي بحوار يمني حقيقي، ودعم اليمن على إبداع حلول داخلية وإيجاد مشروع يمني حقيقي، وأيضا التحالف العربي يجب أن يتراجع قليلا عن التدخل في الشأن الداخلي اليمني من تكوين مكونات وما إلى ذلك من السخافات الحاصلة في مناطق متعددة، وأيضا عودة الرئيس اليمني هادي إلى عدن، وهي مهمة بشكل كبير قاطع، لأن بقاء الرئيس هادي في السعودية لفترة أطول يعني قضاء على شرعية النظام وعلى ما بقي لنا من هيبة كدولة. هذا للأسف الشديد لا، الأخوة في التحالف لا يعون ذلك، ويبدو لي أنها ليست أولوية لهم قصة إرجاع الرئيس هادي بقدر ما هي أولوية إرجاع طارق عفاش إلى عدن. نحن أمام مغالطات يقوم بها التحالف، وأريد أن نتحدث مطولا عن ذلك في حلقات أخرى، لكن الآن نحن نتحدث عن المبعوث الدولي. نعم. وفرص النجاح التي يمكن أن يجيبها. نعم. هناك فرص حقيقية إذا أراد، كما قلت، إذا أراد المجتمع الدولي أن ينهي هذا الملف وينهي القضية في اليمن بشكل حقيقي. نعم. هل تعتقد يعني أنه سيأتي أيضا بأطروحات حول مفاوضات جديدة، أم أنه سيكون له يعني طرقه المختلفة؟ المبعوث أكيد هو مطلع أولا على الملف اليمني بدقة، وأخذ الملف من سابقه، ويعرف مدخلات ومخرجات ما وصلت إليه الأمور. هو طبعا هو كمحاور، انا اعرف الشخصيه الاوروبيه والشخصيه البريطانيه السياسيه، هو يجب ان يضع كما يقال الفينجر بوينت، يعني تبعه شنو يكون له يعني بصمه، لا يريد ان يكون نسخه مكرره من سابقيه. سيقدم اكيد، سيضع على الطاوله نقاط
وهذه النقاط قد يشاور بها قوى كبرى، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وما إلى ذلك في مجلس الأمن وروسيا. فأعتقد أنه سيقدم طروحات، لكن الأهم من ذلك هو أن الجانب اليمني، الحكومة اليمنية تأتي أيضا بنزمة من الحلول والاقتراحات، وكما قلت لو نستطيع أن نأتي بمجلس يستقر من الحوار الوطني ليكون هو في الحوار، حتى لا لأننا نعرف الآن القضية صارت كأنها شخصية بين عبد الملك الحوثي والشرعية، من سيكسر الثاني؟ القضية ليس القضية الآن هي وطن، نحن لا نتحدث عن نزاع على قطعة أرض في صنعاء أو في صعداء أو في أبيان، نحن نتحدث عن مصير البلد. إذن أين مكونات المجتمع اليمني؟ أين المفكرين في اليمن من هذا الحوار؟ أين الأكاديميين؟ أين شباب الثورة؟ يجب أن نأتي بنوسع حلقة الحوار التي كانت تمثل أصلاً الحوار الوطني، كانت تمثل لحد كبير الشعب اليمني، حتى يقول كل ما لديه، ولا تبقى محصورة في يد فئتين كالقط والفأر فقط، مجرد أنه لا يريد هذا يلوي ذراعه سوف يلوي ذراعه مقابلة ويضيع البلد من بين أيدينا. نعم، إذا برأيك ما هي الخيارات التي يعني أمام الشرعية وسط كل هذه الأحداث، يعني الرئيس، الحكومة، يعني هناك يعني لهم فترة، يعني ربما منذ أحداث 4 ديسمبر وهم يتحدثون عن أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد لحل الأزمة في اليمن. نعم هناك تقدمات طفيفة في بعض الجبهات، ولكن يعني الوضع لا يبشر بتحسن أبدا، خصوصا يعني في ظل الأوضاع الإنسانية السيئة التي تزداد يوما بعد آخر. أعتقد أن الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية بقيادة الرئيس هادي يجب الحديث بشكل صريح مع التحالف. التحالف سيأتي يعني إذا استمر بأدائه على ما هو عليه سيفاقم الأوضاع بشكل كبير. التحالف العربي بحاجة للتأكيد على قضيتين الآن، هي قضية سيادة ووحدة الأراضي اليمنية ويقولها بشكل واضح، وأيضا عليه أن يقف مع الشرعية لا أن يقف ضدها في مناطق متعددة. لنكون صارحين ولنكون صادقين، مثلا التحالف أعلن على قصة تحرير تعز، أين تحرير تعز الآن؟ بمجرد أن عبد الرب منصور هادي واجه شرذمة في عدن قاموا أوقفوا تحرير تعز، يعني القصة وما فيها قابلة هنا للمساومات ولي الذراع هنا وهنا للحصول على انبطاح كامل من الشرعية لسلب القرار اليمني تماما. ويا ليت التحالف لديه الخطة الحقيقية أو الخطة التي يستطيع من خلالها الحسم العسكري والحفاظ على وحدة البلد وأخذ اليمنيين إلى آفاق تجعل من مشروعهم الدولة الاتحادية تتحقق بشكل سريع. نعم، طيب يعني هناك من يقول أن هناك مخطط دولي دكتور أحمد لتقسيم اليمن وربما تقسيم المنطقة بأكملها وإعادة تشكيلها، هل ترى أننا وقعنا ضحية الجغرافيا أو النفط؟ هناك عدة أقاويل أو دراسات أكدت أن هناك تقسيم أو هناك شرق أوسط جديد وما إلى ذلك، لكن صدقيني الحل في اليمن ما زلت مؤمنا بأنه حل يمني يمني. يجب أن نعترف نحن يجب أن نتسامى بشكل كبير الآن وننتج حلا وطنيا من خلاله نستطيع أن نتعايش. المجتمع الدولي هو يراقب، والمجتمع الدولي لن يفرض علينا ما يريده، نحن من سنفرض ما نريده في اليمن. صحيح أن هناك يعني استراتيجيات لكن نحن لسنا خلاف، لسنا مجرد مجتمع طارئ في المنطقة. اليمن دولة عريقة ولديها تقاليد الدولة منذ آلاف السنين، لكن القصة وما فيها ما زلنا نحن اليمنيين، القرار ما زال كما قلت خارجي هو الذي يتحكم في المشهد، الداخل لا يستطيع الآن أن يقدم رؤية لإيقاف الحرب لأن كثر اللاعبون وأصبح في فترة من الفترات الشرعية تعامل بإقصاء من التحالف أو صدر حقها في الحديث عن اليمن. رأيت أكثر من مرة اللجنة الرباعية تتحدث عن مستقبل اليمن، تلتقي هنا في لندن وتلتقي في دول أخرى لا تمثل الحكومة اليمنية، فقط السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا وأعتقد عمان أحيانا تأتي. لا نرى تحرك دولي للحكومة اليمنية يليق بالأزمة حقيقة في اليمن. نعم،
بحيث أنها تستطيع أن تثبت للعالم أنها متواجدة، تستطيع أن تثبت للعالم أنها تملك مشروع وتمتلك قدرة على تقديم ما ينفع للمجتمع اليمني. نعم، يعني إذن كيف ترى أو يرى المجتمع الدولي للأزمة في اليمن، يعني بحكم قربك وإقامتك في بريطانيا، يعني حضورك للندوات وكذا، وبالتأكيد أنت متابع للأمر، هل تعتقد أن الصورة واضحة بالنسبة لليمن أم أنها يعني ما زالت ضبابية؟ حضرت عدة ندوات، في كثير من المراقبين السياسيين البريطانيين والأوروبيين بشكل عام ينظرون لما يجري في اليمن أنه بروكسي وور، بمعنى أنه حرب بالوكالة بين السعودية بالتحديد وبين إيران، وأن الشعب اليمني وقع ضحية هذا النزاع التاريخي والطويل والمميت في المنطقة حقيقة بين إيران والسعودية. ويتحدثون بعض الساسة البريطانيين أن لو وجد حوارا معمقا بين السعودية وإيران حول الوضع في اليمن قد تنتهي الأزمة بأيام معدودة، ولكن الطرفان كما نعرف أن الطرفين حتى الآن لا يلتقيان، الطرف السعودي والطرف الإيراني لا يلتقيان فقط إلا عبر تراشق إعلامي هنا وهناك. نحن أمام حماقات في المنطقة كبيرة جدا، نحن نريد علاقات سوية في المنطقة بين إيران وبين الخليج العربي وبين اليمن وبين جميع المكونات، لا نريد أن نحسب كطرف في اليمن كطرف مجرد طرف من أطراف أدوات الصراع في بين إيران والسعودية. نحن دولة يعني أيضا لنا سيادتنا ولنا رؤيتنا ولنا أيضا حقنا في الحصول على علاقات متوازنة مع الجميع حتى بما فيها إيران. لماذا لا نتحدث مع إيران مثلا؟ من مانع؟ نحن دولة يا أخي كما يقال في اليمن، يعني نحن بالأخير دولة نريد أن نتحدث مع الجميع، لا نريد أن نغلق أبوابنا وفقط نعتبر هذا الطرف شيطاني بشكل مطلق. نعم إيران أخطأت في المنطقة وارتكبت حماقات وكوارث في العراق وفي سوريا وفي، لكن ايضا يجب ان نتحدث اليها بصراحه، لانها ما تقوم به في اليمن ايضا لا من دعم الميليشيات الحوثيين ايضا عامل مميت للحوثيين وللمجتمع اليمني. نحن نريد شراكه مع العالم كامل. نعم، اذا اسمح لنا ان ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ ابراهيم قعطبي الناشط السياسي من نيويورك. مساء الخير استاذ ابراهيم. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك. بدايه استاذ ابراهيم، كيف تعلق على يعني تعيين مبعوث دولي جديد لليمن؟ انا في اعتقادي المبعوث الاممي الجديد لن يضيف الى اي شيء الى المعادله الجاريه في اليمن، سواء كان ذلك من الناحيه العسكريه او الناحيه السياسيه. المشكله ليست المبعوث الاممي ولا المبعوثين الامميين السابقين، المشكله مشكله اقليميه ودوليه بحته. هناك مخطط لليمن يجري على تقسيم اليمن والاستيلاء على ثرواته وموانئه، وأيضا إعطاء اليمن إلى دويلات، يعني جعلها دويلات متناحرة وبأيادي خارجية. نحن ما نعرف ما يجري في الشمال على سبيل المثال، الحوثيين موالين لإيران، وفي الجنوب أصبح هناك ميليشيات جنوبية انفصالية يعني تقاد من قبل التحالف العربي تقوض الحكومة الشرعية. وأنا في اعتقادي ربما هناك سيناريو جديد يراد من خلال هذا المبعوث الأممي الجديد أن يلعب الدور فيه. وأنا في اعتقادي أن في الأيام القادمة ستسمعين أول تقريرات هذا المبعوث الجديد لمجلس الأمن، سيقول فيه أن هناك قوى جديدة وأن هناك انفصال في الجنوب وقوى يجب أن نتحاور معها، وأيضا سيتحدثون عن قوى طارق عفاش والقوى الأخرى. فلذلك أنا في اعتقادي أن المبعوث الجديد أتى بسيناريو جديد وهناك مسرحية جديدة من قبل التحالف. نعم، لكن يعني دعنا نخرج من نظرية يعني المؤامرة نوعا ما أستاذ إبراهيم، خاصة يعني ونحن نعلم أن ولد الشيخ هو من قدم استقالته ورفض أن يعني يعاد ترشيحه مرة أخرى، يعني كان هناك لابد من وجود مبعوث أممي جديد. ولكن دعني أسألك، يعني تقرير لجنة الخبراء الذي أتى وصفك
كل صغيرة وكبيرة في اليمن، يعني كاشفا كل الأوراق، ذاكرا كثير من الدول التي يعني كنا نتحدث عنها باستمرار في منابرنا الإعلامية، ولكن كان هناك رفض تماما من قبلها للتوضيح أو من قبل حتى الحكومة للتوضيح بما تقوم به في اليمن، خاصة الإمارات. هل تتوقع أنه بعد يعني كشف كل هذه الأوراق أن هناك فعلا سيناريو جديد سوف يتم الحديث عنه؟ أعلق فقط باستثناء على كلامك. أولا نحن لا نتكلم على معاملة، نتكلم على وقائع وعلى حقائق. وأيضا كما ذكرت التقرير الدولي الأخير، تقرير لجنة العقوبات، تحدث بوجه التحديد على تقويض الحكومة الجديدة وخلق كيانة جديدة. أنا في اعتقادي أنه هناك يعد برنامج أو سيناريو جديد لليمنيين بأن يكون بأن يتقسم اليمن وأن يكون هناك سلطة للحوثيون في المناطق الشمالية، وأيضا للميليشيات الانفصالية التي تدعم بشكل مباشر من قبل السعودية والإمارات لمسك يعني الشريط الساحلي الجنوبي وأيضا الغربي والمحافظات الجنوبية، وذلك سيصب في خانة واحدة وهي خانة التحالف العربي. اليمن يقع بين كل الملف اليمني يقع بين الإقليم بقيادة السعودية والإمارات والدولي بقيادة البريطانيين والأمريكيين، وأنت حللي ذلك بكل وضوح. أنه أنا في اعتقادي أنه الحديث سيكون من الآن فصاعدا عن الانفصال، عن الميليشيات الانفصالية، عن ضعف الحكومة الشرعية، والسيناريو الجديد سيكون أن هناك وجود قوة جديدة فاعلة يجب أن نتعامل معها، وهو هذا المخطط الذي نتحدث عنه، أنه بدأ واضحا أن لا الحكومة الشرعية ولا غيرها سيستطيعون تنفيذ أو استعادة الدولة، وإنما ما يجري هو مخطط جديد لتميع الدولة اليمنية وتسليمها. نعم، لكن في ظل هذا كله أستاذ إبراهيم، يعني أين دور الحكومة يعني والشرعية؟ لما تظل متفرجة ويلعب بها من مرمى إلى آخر؟ يعني وكأنني أشعر أن هناك من يحركها بخيوط من الأعلى، يعني لا سلطة لديها، لا قرار لديها، لا رأي، لا أي شيء يعني يذكر في ظل ما يحدث. هل يعقل ذلك؟ أستاذ إبراهيم ما زلت معنا؟ نعم، فقدنا الاتصال بالأستاذ إبراهيم قعطبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف نيويورك. السؤال موجه لك دكتور أحمد، يعني لما تظل الحكومة والشرعية تتفرج على الأحداث وكأن الأمر لا يعنيها وكأن لا أحد يتحدث عنها وكأنها خارج دائرة ما يحدث؟ كما قلت، نتيجة طبيعية لوجود أولا الشرعية خارج اليمن، وكما نعلم أن التحالف لم يقم بالواجب فعلا بنصرة الشرعية وتقويتها بحيث تستطيع أن تتحدث بشكل أقوى وتستطيع أن ترسم خطاط، تستطيع أن رأينا تلكؤ كبير من قبل التحالف في نصرة الشرعية وفي استعادة الشرعية لمكانتها في اليمن. لذلك نعم، هناك مخططات دولية قذرة حول اليمن، لنكون صريحين، حول التقسيم وغيره، بحيث لأن عندما نرى مثلا أو تقرير الأمم المتحدة، كيف سمحت الأمم المتحدة بتكوين كل تلك المكونات والميليشيات ولم تتحدث بكلمة واحدة، وفجأة خرج لنا تقرير يتكلم عن مكونات موجودة وأصبحت. لذلك يجب على كما قلت الشعب اليمني يجب أن يكون منتبها ويقظا، هذا مستقبل اليمن وهذا مستقبل الشعب لقرون قادمة، يجب أن يقول لا لكل مخطط يستهدفه ويستهدف مستقبله، يجب أن أيضا أن نقدم اقتراحات بحيث أنه المتحاورين يستطيعون أن يكون فعلا يمثلون الشعب اليمني، لا أن يمثلوا طرفي نقيض، مجرد طرفين حشروا القضية اليمنية بمجرد حرب هنا وهناك، والبلد يتمزق وتتكون هنا ميليشيات وهناك مكونات وهناك نخب وما إلى ذلك من التفاهات. لذلك يجب أن نكون على قمة في الوقت القادم. للأسف الشديد المشكلة اليمنية أصبحت معقدة جدا، وأصبح الوضع الإنساني والوضع السياسي بشكل عام كارثي باليمن. إذا لم نستطع أن نقدم حلولا سيضيع البلد ويضيع مستقبلنا لعقود قادمة للأسف الشديد.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.